السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي يا جماعة؟ نشترك على قناتنا قناة متعة التعليم على اليوتيوب. الموضوع بسيط وما فيهوش اي تعقيدات. هسيب لكم الروابط دي في نفس موضوع الفيديو، تمام؟ هنلاقي كلمة الرابط الاول لانشاء ايميل، هنضغط على السطر اللي تحتيها اللي هو باللون الازرق اللي باين قدامكم ده، هضغط عليها. هتفتح لنا صفحة بالشكل ده. يا ريت نكون مجهزين ورقة وقلم جنبنا ونمشي الخطوات واحدة واحدة. هكتب مثلا انا اسمي خالد مثلا محمد، فهكتب خالد بس بالانجليش طبعا، وهنا هنكتب محمد، تمام؟ محدش يكتب بالعربي، كله بالانجليش. اليوزر نيم، وده اهم خانة ضرورية جدا يكون معانا ورقة وقلم ونسجل اللي احنا هنكتبه هنا في الورقة والقلم، تمام؟ فانا اكتب هنا مثلا خالد، هكتب الاسم الاول وبعديه على طول محمد من غير ما اسيب مسافة. بس كده لا، يا ريت نحط تاريخ ميلادنا عشان الاسم ده غالبا هيكون متاخد قبل كده. فانا هكتب مثلا 1987، تمام كده. طيب لو جيت عند حتة فاضية هنا مثلا هيقول لي الاسم ده متاخد قبل كده. عموما لو انت كتبت واداك الرسالة دي ان الاسم ده متاخد قبل كده، يبقى انت محتاج مثلا تضيف هنا رقم كمان عشان يكون اسم جديد، فانا هضيف واحد مثلا كمان. خلاص اداك باللون الاسود اهو، وهنا مكتوب available يعني متاح، يبقى ده تمام. هنا هنلاقي السهم ده، هنضغط عليه وندوس هوت ميل، تمام كده. الايميل بتاعنا بقى اهو خالد محمد 11987@hotmail.com. نسجله في الورقة، نسجله في الورقة اللي هو اهو برضو خالد محمد 11987@، العلامة دي اسمها كلمة at hotmail.com. خلاص هنسجل البيانات دي زي ما قلنا في ورقة، خالد محمد 11987@hotmail.com هنا. ولو ادانا هنا مش افيلابل رساله باللون الاحمر او اي سبب، يبقى انت محتاج هنا مثلا تضيف ارقام او حاجه بحيث ان الاسم ده ما يبقاش متاخد قبل كده، تمام. هنيجي هنا بقى هندخل الباسورد. الباسورد هتكون من 8 حروف وارقام الاثنين مع بعض او اكتر مش اقل، يعني ما تدخلش 8 حروف بس ولا تدخل 8 ارقام بس، لا دخل 8 حروف وارقام الاثنين مع بعض. ممكن مثلا تجيب الورقة الخارجية وتكتب الباسورد الأول في الورقة الخارجية وبناء عليه تكتبه هنا. مثلا ممكن تكتب، حاول تختار أرقام صعبة شوية. أنا مثلا كتبت في ورقة خارجية ACDU 1 2 3 4، فهكتبها هنا أهو ACDU 1 2 3 4، تمام. لو ما ادكش رسالة خطأ هنا، انا دوست هنا في مكان فاضي، لو ما ادانيش رسالة خطأ هنا يبقى كله تمام. طب لو انا دخلت ارقام بس هيديني رسالة خطأ. لو انا مثلا قلت 1 2 3 4 5 6 7 8 ودوست في حتة فاضية هنا، شفتوا اداني رسالة خطأ بيقولك ان لازم يكون في حروف وارقام مع بعض. عشان كده هرجع للباسورد القديم بتاعي ACDU 1 2 3 4، تمام. وهدوس على حته فاضيه، ما ادانيش اي رساله خطا، يبقى كله تمام. هاجي هنا ادخله تاني ACDU 1 2 3 4، تمام. الحاجات دي متسجله في الورقه الخارجيه اللي انا سجلتها. يا ريت، البيانات دي مهمه جدا، دول بالتحديد الايميل والباسورد نسجلهم في الورقه الخارجيه. ومحدش يا جماعة يسمع الفيديو كله على بعضه، أرجوكم محدش يسمع الفيديو كله على بعضه، تمام. امشوا خطوة خطوة وكملوا معايا، امشوا خطوة خطوة، وقفوا الفيديو وكملوا معايا. 1 9 8 7، كل واحد طبعا هيكتب اسمه. هنا مثلا اللي اسمه هند يكتب هند، وهنا اللي اسمه أحمد مثلا يكتب أحمد، هند أحمد، تمام. ويجي هنا يكتب هند أحمد ويكتب تاريخ ميلاده. ولو اداه هنا رسالة خطأ يكتب مثلا رقم تاني قبليها ويسجل البيانات دي، هيبقى خالد محمد 11987@hotmail.com، ده اللي هنستخدمه وهو اللي هيسجله، تمام. الباسورد
زي ما قلنا تبقى حروف وارقام مع بعض، ما تكتبش ارقام لوحديها ولا حروف لوحديها. وهنا هتدخل الباسورد تاني. هنا بقى الدولة، لو لقيت ايجيبت خلاص سيبها زي ما هي، لقيتها حاجة تانية غير ايجيبت هتدوس على السهم ده وهتدور على كلمة ايجيبت فين وهتضغط عليها. هنيجي هنا لتاريخ الميلاد، كل واحد يكتب تاريخ ميلاده. ممكن نكتب اي تاريخ ميلاد طبعا مفيش مشكلة، بس نحاول نكتب تاريخ ميلادنا عشان ما ننساش، ونكتب في ورقة خارجية البيانات دي. تمام، كل واحد يكتب اي تاريخ، تاريخ ميلاده مش هتفرق. تمام كده، ونيجي هنا نكتب ذكر ام انثى، ميل ام في ميل، ميل يعني ذكر، في ميل يعني انثى. تمام، الخطوات اللي فاتت كده بسيطة ما فيهاش اي مشكلة. هنا برضو رقم التليفون من الحاجات المهمة، كل واحد يكتب رقم تليفونه يا جماعة اللي يقدر يوصله، محدش يكتب اي رقم وخلاص. ليه؟ عشان لو الايميل ده ضاع تقدر ترجعه تاني ببساطة. ماشي، هنا هنكتب الكانتري كود الاول. كانتري كود هنختار طبعا ايجيبت، هنا مكتوبة يونايتد ستيت، هندور على كلمة ايجيبت، هندور على كلمة ايجيبت، هنطلع بالسهم فوق او تحت، او تضغط حرف الاي على طول ممكن هيجيب لك كلمة ايجيبت. تمام، وبعد كده هنكتب رقم التليفون، كل واحد يكتب رقم تليفونه بشكل صحيح. طيب الالترنيت ايميل ادرس، الايميل البديل. انا يا جماعه عملت ايميل خاص لينا كلنا استخدموه. هو الايميل البديل ده في حاله ان رقم تليفونك ضاع، وانك نسيت الباسورد، وانك نسيت الايميل، وانك نسيت كل حاجه ومش فاكر، فهو ملوش اي اهميه قوي يعني. فهنكتب ايه بقى هنا؟ هنكتب فاطمه صلاح 49@hotmail. @hotmail.com. تمام كده، نيجي للخانه دي. الخانه دي المطلوب منها ايه؟ المطلوب انك تكتب الحروف اللي انت بتشوفها قدامك، بيبقى مديك حروف كده عشوائيه وملزقه ببعض وتحس انك انت مش قادر تشوفهم قوي، انك انت تكتبهم هنا. طيب لو كتبتهم غلط هيديك رساله خطا، يعني انا هكتب دلوقتي غلط عشان تشوفوا رساله الخطا هتبقى ازاي. مثلا كيو كي 5 بي او ال 3 6. تمام، انا بدل الستة دي مثلا ممكن اكتب خمسة، هي اكيد كده غلط. لو جيت هنا اضغط على كرييت اكاونت هيديني هنا رسالة غلط ويقولك انت دخلت الحروف دي غلط، فابتدي دخلها لحد ما تدخل الحروف صح. هنا ممكن يديني رسالة زي دي كده بيقول لي ريميمبر، عايز تحفظ الحاجات دي ولا مش عايز تحفظهم؟ اللي عايز يحفظهم عنده على المتصفح ماشي يدوس ريميمبر، واللي مش عايز ممكن يدوس على علامة اكس، مش هتفرق. المهم ان احنا مسجلين البيانات دي في ورقة خارجية، وقت ما نحتاجها هنقدر نكتبها بسهولة. تمام، انا هدوس مثلا ريميمبر او مش هدوس مش مشكلة. المهم ان هنا اداني رسالة الخطأ زي ما قلنا، فهنكتب بقى الحروف تاني V S Y S V S Q. ناخد بالنا يا جماعة ان الحروف والارقام دي هتظهر بشكل عشوائي، يعني اللي هيظهر عندك غير اللي هيظهر عندي، فاكتب الحروف اللي هتظهر لك انت، مش الحروف اللي انت شايفها دي دلوقتي، الحروف اللي هتظهر لك انت. طيب وبعد كده نضغط على كلمة create account. انا مش عايز remember، برضو اداني رسالة خطأ تاني فهكتبها برضو كمان مرة. في الحروف مش باينة قدامي برضو، فانا هضغط كلمة create account عشان اكتبهم، عشان تجيب لي حروف جديدة. لا مش عايز، فالدنيا هي حروف اهو ال w 3 5 h m 3 n d، وبعدين هضغط على كلمة create account.
بعد ما ضغطنا على كرييت اكونت ظهرت صفحة جديدة بالشكل ده، يبقى احنا كده مشينا الخطوات اللي فاتت تمام وكله مفيش مشكلة. يا ريت يا جماعة بكرر تاني نمشي خطوة خطوة، بلاش نسمع الفيديو على بعضين. تمام، اللي عايز يعمل اكونت فعلا يمشي خطوة خطوة. هنضغط بعد ما تظهر الصفحة دي، هنضغط على السهم ده. هنا بيقول لك اختار مثلا المنطقة الاول اللانجوج والتايم زون، مش هتفرق كتير يعني، هو غالبا هتبقى الانجليش ماشي، والتايم زون مش هتفرق، فبرضه ممكن نضغط على السهم تاني على طول، وكمان هنضغط عليه كمان مرة، هتظهر الصفحة دي، هنضغط عليه كمان مرة، وبعدين هنضغط عليه كمان مرة، هتبتدي تظهر لنا صفحة زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي. حلوة قوي. فاكرين لما قلنا هنسجل في ورقة خارجية الايميل اللي احنا قلناه؟ هنلاقي هو الايميل اهو اتكرر تاني، خالد محمد 11987@hotmail.com. هنلاقي اللي انت سجلته هناك هو ده. عموما ممكن تنسى اللي فات وتكتب ده تاني، تمام؟ هما الاتنين هتلاقيهم زي بعض عموما، تمام؟ بس سجل ده لانه ده خلاص هو اللي اتثبت بالفعل. ممكن تبقى هناك غلطت في حرف او حاجة، هو ده الايميل اللي انت هتكتبه طول الوقت والايميل اللي هتحتاجه طول الوقت. يبقى سجله في الورقة وما تنساش، وبعد كده تضغط على كلمة Let's go. هنستنى شوية لحد ما تفتح الصفحة عندنا. فتحت الصفحة دي، مبروك، الخطوة الأولى والأهم اتعملت، تمام كده. هننقل للخطوة التانية اللي هي الأسهل بكتير. يعني الخطوة دي رغم إنها هي فعلا سهلة، إلا إنها هي برضو الخطوة اللي جاية هي الأسهل. هنروح فاتحين الفيسبوك عندنا في الموضوع. الرابط الاول ده خلاص احنا نفذنا الخطوة الاولى. هنيجي بقى للخطوة التانية، الرابط الثاني لانشاء حساب على جوجل واليوتيوب، هنضغط عليه. هنستنى لحد ما الصفحة الجديدة تفتح عندنا. ظهرت صفحة بالشكل ده. هنلاحظ ان البيانات تقريبا طالبها تاني بس في الايميل الجديد. تمام، هنكتب هنا برضو الاسم الاول، هكتب خالد. الاسم الثاني هكتب محمد. يور ايميل ادرس، الايميل الادرس اللي احنا سجلناه هناك هو اللي هنكتبه هنا، اللي هو خالد محمد 11987@hotmail.com. تمام، هو ده اللي هنكتبه هنا، خالد محمد 11987@ العلامة دي هتلاقوها يا جماعة عندكم موجودة لما انتوا بتدوسوا على الارقام، دوروا عليها هتلاقوها. تمام، بعد الارقام في علامة كده بتظهر لك علامات تانية، اللي هي العلامة المايلة والعلامة الخلفية، الباك سلاش والفورورد سلاش والحاجات دي، دوروا على العلامة دي واكتبوها. وبعد كده نكتب هوت mail.com. بعد كده كرييت باسورد، احنا هناك اخترنا باسورد، ممكن هنا نختار باسورد جديدة او نختارها هي براحتنا زي ما احنا عايزين، مفيش مشاكل. انا هختارها هي تمام، وهكتب ACDU 1 2 3 4. اول ما يدينا العلامه الخضراء دي يقول كده كله تمام، لو ادانا حمراء بيقولك كده ان الباسورد ضعيفه، بس اي سي دي يو دي تعتبر علامه قويه. انت تقدر تختار حروف عشوائيه زي ما احنا قلنا، بس تسجلها في الورقه الاول وبعد كده تكتبها هنا. يعني سجل في الورقه الاول وزي ما تكتب في الورقه اكتبها هنا. وهنكتبها تاني اي سي دي يو 1 2 3 4. لو ما ادانيش رسالة خطأ يبقى انا كده كتبت فوق زي تحت، لكن لو اداني رسالة خطأ معناها ان انا غيرت حاجة فوق عن تحت،
محتاج اكتبهم من جديد تاني، امسح اللي فوق وامسح اللي تحت واكتبهم من جديد عشان الاتنين يبقوا زي بعض، تمام. وبعد كده هنكتب تاريخ الميلاد زي ما قلنا، لو كل واحد عايز يكتب تاريخ ميلاده او عايز يكتب تاريخ ميلاد تاني، بس المهم ان يبقى اكتر من 18 سنة. ماشي، وبعد كده هنختار ميل او فيميل، ذكر او انثى. وطبعا برضو مش هتفرق لو واحد عايز يعمل ذكر او انثى، طبعا اكيد الكلام ده مش هيفرق يعني. وبعد كده هندخل رقم التليفون هنا، رقم التليفون ضروري يكون معاك وتدخله بشكل صحيح. طيب، وبعد كده اللي هو اللوكيشن، اللي هي لو لقيت مصر تمام، لو ما لقيتش مصر ابتدي دور عليها من السهم لحد ما تلاقيها، تبتدي تنزل وتطلع بالسهم او تدوس حرف الاي على طول عندك. فانا هختار ايجيبت مصر، لو هي عندك ايجيبت خلاص مش محتاج تعمل حاجة. وبعد كده هنضغط كلمة نيكست ستيب، هنستنى لحد ما تظهر لك صفحة زي دي. هنا لو عايز تحفظ عندك على المتصفح او مش عايز تحفظ براحتك، انا مش هحفظها، مش مشكلة، مش عايز احفظها عشان انا حافظها في ورقة بره ومسجل بياناتي بره، تمام. اول ما تظهر الصفحة دي اوعى تقفلها، لا، هتيجي عند المسطرة اللي على اليمين دي، هتبتدي تنزل تحت على اخرها، هتلاقي بقى كلمة كانسل واجري، هتضغط على كلمة اجري مش كانسل، اوعى حد يضغط على كلمة كانسل، لا، هتضغط على كلمة اجري، اي اجري. تمام، ظهر لك دي، يبقى كله تمام كده. هنضغط في كلمة فيريفاي ناو، هنضغط عليها اللي باللون الازرق دي، هنضغط عليها. ناخد بالنا يا جماعه ان احنا الايميل هناك ما قفلناهوش، فعشان كده مش محتاجين نسجل بيانات دخول جديده. انا عندي هنا خلاص انا سايبه مفتوح تمام، ما عملتلوش ساين اوت يعني، وانت عندك هيكون نفس الحكايه طالما ما خرجتش. لو خرجت واداك صفحه فيها الايميل والباسورد، هندخل الايميل والباسورد اللي احنا عملناهم بالفعل. لو اداك على طول زي كده هنضغط كلمه يس، هو هيتاكد على طول بنفسه لان الايميل اوريدي موجود. لكن لو اداك صفحه قالك دخل فيها الايميل والباسورد، هندخل الايميل والباسورد اللي احنا سجلناهم بالفعل، تمام. مبروك كده، كمان الحساب التاني اتعمل. هنضغط هنا على كلمه كونتينيو تو يوتيوب. طيب، بعد ما نضغط على كونتينيو تو يوتيوب هتظهر لنا صفحه شبه دي كده، فيها العلامه دي، العلامه دي معناها خلاص ان احنا داخلين بالفعل باكونت على اليوتيوب، تمام. وهنلاقي جنبه الجرس، لو ما لقيناش العلامتين دول معناها ان احنا هنلاقي هنا كلمه ساين ان، دوس عليها ودخل بقى الايميل والباسورد اللي احنا عملناهم اللي فاتوا، تمام. طيب، عشان ندور على قناتنا هنعمل ايه؟ يا اما نضغط على اي فيديو من اللي احنا دايما بنعرضه عندنا في الفيسبوك، او نكتب هنا مثلا متعه التعليم بس بالعربي، تمام، متعه التعليم، وبعدين نضغط انتر. هنلاقي حاجة بالشكل ده، صورة بالشكل ده، وهنا متعة التعليم و15 فيديوز، وهنلاقي تحت كلمة شانل، وهنلاحظ ان في فرق بين الفيديو اللي فوق والقناة بتاعتنا، عندنا في كلمة شانل موجودة، ولو نزلنا تحت برضو مش هنلاقي كلمة شانل. كلمة شانل دي معناها ان دي قناة مش مجرد عنوان فيديو. ولو ما لقيتوش الصورة دي هتلاقوا غالبا الصورة دي، لأن حطيتها بس ممكن ما تظهرش إلا بعد شوية وقت. كمان وصف القناة هتلاقوا جملة قناتنا تعتمد على تأسيس الأطفال في السنوات الأولى بشكل صحيح وممتع لحد الآخر. وهنتأكد أكتر لما نضغط عليها، هتفتح لنا صفحة بقى بالشكل ده، تمام. فيديوهاتنا أهي، أكيد أنتوا عارفينها خلاص بالشكل ده. لما تلاقوا الفيديوهات دي جوه خلاص انتوا دخلتوا بالفعل على قناتنا. طيب، دلوقتي محتاجين نعمل سبسكرايب، هنعمل ايه؟ ببساطة كده تعالوا نفتح اي فيديو فيهم، تعالوا نفتح الفيديو اللي فوق مثلا، هنوقفه احنا مش عايزين نشغله
ولا حاجة. تمام، هنلاقي هنا كلمة سبسكرايب. سبسكرايب دي لما بنضغط عليها، بس زي ما قلنا لازم نبقى هنا العلامة دي وعلامة جرس جنبيها. تمام، ما ينفعش كلمة ساين ان وتدوس سبسكرايب. ساين ان يبقى تدوس عليها وتدخل الايميل والباسورد، لكن هنا تمام طالما العلامة دي موجودة نقدر ندوس سبسكرايب بسهولة جدا. فهنضغط كلمة سبسكرايب، هنلاقي اللون ابتدى يتغير اهو، يبقى رمادي باهت كده. يبقى كده خلاص احنا عملنا سبسكرايب. طيب بعد ما ضغطنا على كلمة سبسكرايب، ولونها بقى بالشكل ده، هنلاقي جنبها على طول جرس. اضغط على الجرس. تمام، ليه بنضغط على الجرس ده؟ عشان اي فيديو بينزل، شايفين الجرس اللي فوق ده على اليمين، شايفينه؟ ده بيكتب لك فيه كده زي واحد او اتنين او تلاتة باللون الاحمر، دي معناها ان في حاجة جت جديدة. طيب لو عايزين نعلق مثلا لايك، اوكي، لو عايزين مثلا نعمل لايك بندوس هنا ديسلايك، بندوس هنا، بس محدش يعمل ديسلايك، اللي هيعمل ديسلايك هو حر. طيب بعد ما عملنا لايك اللي هو اعجاب يعني، او ديسلايك طبعا براحتكم انا بهزر يعني، ماشي، نبتدي بقى اللي عايز يكتب تعليق معين او عايز يستفسر او اي حاجة. تمام، مثلا عايز اكتب كلمة شكرا، هكتب كلمة شكرا وهضغط على كلمة كومنت اللي هنا دي. خلاص بعد ما كتبنا كلمة شكرا هنبتدي بقى ننزل تحت شوية، هنلاقي تعليقنا اهو خلاص موجود قدامنا، كلمة شكرا. ممكن برضو تعمل لايك لنفسك او ديسلايك لنفسك، او انا اعمل لايك او غيرك يعمل لايك او ديسلايك. طبعا اللي عايز يكتب شرحكم زي الزفت ونيلة، لا احنا طبعا تحت امره على العين والراس. اللي عايز يقول كلمة حلوة ويشجعنا طبعا كتر الف 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 خيره، وده عشمنا فيكوا طبعا. تمام، يبقى احنا كده خلاص خلصنا كل الخطوات، مبروك، حاجة زي الفل. طبعا يا جماعة الفيديو طول، انا بعتذر، لكن انا حبيت اشرح بالتفصيل عشان اسهل على اي حد. وعموما بعد كل ده لو حد وقف في نقطة معينة يشوف النقطة اللي وقف عندها في الدقيقة كام بالظبط وفي الثانية كام، ويكتب يا جماعة انا معرفتش في الدقيقة كذا وفي الثانية كذا، لازم يكتب الدقيقة والثانية عشان يسهل على اللي هيساعده. تمام، ويا ريت كلنا اي حد يقدر يساعد حد في تعليق فوق او تحت يبقى كتر الف الف خيره، عشان الموضوع يبقى سهل علينا كلنا، لان احنا اكيد كفردين مش هنقدر نساعد الكل، لكن كل حد يقدر يقدم خدمة يا ريت يقدمها. بس كده، ورمضان كريم، مع السلامة.